بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. الآن سنذكر كيف نستقبل شهر شعبان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. كلكم يعلم بأنه قد انتهى الشهر الأول من الأشهر الثلاثة، الأشهر التي ينبغي على العبد فيها إحكام صلته بالله عز وجل وتجديد همته وإصلاح أمره وشأنه ليكون مؤمناً حقاً كما يحب الله ويرضى. أما وقد دخلنا في الشهر الثاني وهو شهر شعبان، هذا الشهر الذي ورد أن الله تبارك وتعالى يقضي فيه آجال العباد من سيموت في العام القادم. اللهم بارك في أعمارنا وأعمالنا وتقبل منا. اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيراً لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. فإذا كان هذا الشهر كذلك، فقد وجب على ذي اللب والعقل أن يستدرك ما فات ويتهيأ لما هو آت، وأن يعمل ما يبيض به وجهه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا الشهر الكريم شهر شعبان شهر مبارك، ميزه النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الشهور، وخصه بخصيصتين اثنتين، وسأتكلم في هذا الدرس عن إحداهما، وسأذكر الخصيصة الثانية في الدرس القادم بإذن الله. الميزة الأولى التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان أنه كان يكثر الصيام في هذا الشهر المبارك. فصيام شعبان هو سنة مؤكدة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف الشديد هي سنة مهجورة متروكة عند كثير من المسلمين. فكثير من الناس يفزع عند دخول شهر رجب إلى صيامه لأنه من الأشهر الحرم، ثم يصوم رمضان ولكنه يغفل عن صيام شهر شعبان. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما في شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية أخرى للسيدة عائشة عند الإمام أحمد: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصوم إليه في شعبان. إذن هذا الشهر كان يكثر الصيام فيه صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
فهذا الشهر الذي يقع بين رجب ورمضان وهو شهر شعبان يغفل الناس عن قيمته وعن قدره، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله عز وجل في وقت غفلة الناس عن هذا الشهر المبارك. وقد استنبط العلماء من هذا السبب، وهو صيام النبي صلى الله عليه وسلم وإقباله على عبادة الله في شهر شعبان. استنبطوا هذه القاعدة والتي أرجو أن نحفظها وأن نعيها، فهذه القاعدة تقول أن العبادة والإقبال على الله وتعبد الله عز وجل في وقت غفلة الناس عن الله يضاعف أجرها أضعافاً كثيرة عن العبادة في وقت إقبال الناس على طاعة الله. يعني نحن حينما نتعبد الله في رمضان ونصوم في رمضان ونحافظ على الصلوات في رمضان، فكل الناس يقبلون على الله في رمضان. أما أن نتعبد الله سبحانه وتعالى في وقت غفلة الناس عن رمضان فهذا فيه أجر لا يعلمه إلا الله. وقد استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم والترمذي عن سيدنا معقل ابن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، الهرج يعني وقت غفلة الناس عن الله، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حينما نعبد الله في وقت بعد الناس عن الله فنحن بهذا ننال ثواب المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية مسلم. وفي رواية البخاري في كتاب التاريخ الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج مثل هجرة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأشهر التي يغفل الناس فيها عن العبادة والطاعة شهر شعبان، فحينما نقبل على الله في هذا الشهر المبارك ننال ذلك الأجر الضعيف المضاعف. ويقول النبي في حق أولئك المقبلين على الله في وقت غفلة الناس وبعدهم عن الله، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن، يعني ستأتي أيام يحتاج المؤمن فيها أن يصبر. قال فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، يعني هذا المؤمن يقبض على الجمرة فكم يشعر بالألم الشديد بالتزامه بدينه والتمسك بسنة نبيه وبإقباله على طاعة ربه. قال عليه الصلاة والسلام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، يعني مثل عمل الصحابة. قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم، يعني لأنهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل جبريل في زمانهم وتتنزل بين ظهرانيهم آيات الله ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى يعني واضحة، فكل هذه الأشياء هي عون لهم في الاعتكاف على طاعة الله. ولكن سيأتي على أمتي زمان لا يجدون من يعينهم على طاعة الله. يعني حينما نخرج من بيوتنا فكم نجد من الناس من يذكرنا بالله، وكم نجد من الناس من يبعدنا عن طاعة الله وعن منهج الله، ونسأل الله العفو والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. والغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني كانت أعمالهم صالحة. لذلك فشعبان شهر كما قال عليه الصلاة والسلام يغفل الناس عنه، يعني يغفل الناس عن فضله وعن أجره وعن الإقبال على الله فيه. ولكن
هل فقط شعبان الذي يخفل الناس عن العبادة فيه وعن طاعة ربهم فيه؟ لا، فهناك أوقات وحالات في هذه الأيام يخفل عن العبادة فيها كثير من الناس، ولا يلتفت فيها إلا القلة النادرة من الناس. سأذكر لكم بعضا منها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعبدين فيها ومن المقبلين على الله فيها، فننال أجر المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأوقات وقت السحر، وهو وقت الجوف الآخر، فهذا الوقت القائمون بعبادة الله فيه أكثر أم النائمون والغافلون عن الله فيه أكثر؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. لذلك فإن استطعنا أن نكون ممن يذكر الله في هذا الوقت فلنكن. فهل لنا نصيب في هذا الوقت المبارك؟ وهل لنا نصيب من ناحية الآية حيث قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا وقت نستطيع من خلاله أن نقبل على الله ونحقق هذه القاعدة. ومن هذه الأوقات أيضا صلاة الفجر، صلاة الفجر للرجال في جماعة وللنساء في خدرها. والله تعالى يقول في حق صلاة الفجر بالذات قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأين نصيبنا من هذه الصلاة؟ فهذه عبادة في وقت غفل كثير من الناس عن الله سبحانه وتعالى فيه. ومن هذه الأوقات أيضا إحياء ما بين العشاءين، يعني أن نصلي المغرب وأن نبقى في مصلانا نتعبد الله سبحانه وتعالى حتى يؤذن العشاء فنصلي العشاء. فهذه سنة السلف الصالح حيث كانوا يصلون المغرب ويبقون يذكرون الله ويتلون القرآن أو يحضرون في هذا الوقت مجلس علم أو مجلس ذكر. والله تعالى يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالليل يبدأ من هذا الوقت، فأين نصيبنا من هذا؟ وعلينا أن نعلم بأن الله تعالى خلقنا للعبادة حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقنا الله عز وجل للراحة، لم يخلقنا لنرتاح، إنما خلقنا الله في كبد، لنعيش في كبد من أجل التقرب إلى طاعة الله سبحانه، وهو أن نحيا هذه الحياة طاعة وعبادة لله، لا أن نستريح وأن ننام وأن نخفل، لأن قيمتنا عند الله يوم القيامة هي بقدر أعمالنا. لذلك ينبغي علينا أن نتدارك وأن نسارع وأن نختنم من هذه الأوقات إحياء ما بين العشاءين. ومن هذه الأوقات والحالات التي يخفل فيها الناس، حينما نقبل بها على الله ننال أجراً عظيماً، هو قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، حديث رواه الإمام الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يعني هذه الكلمات نقولها بعد صلاة الفجر والمغرب، كم تكلف من الوقت؟ فمن دخل السوق فقال ذلك، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. يعني هذه الكلمات إذا قلناها في المسجد لا ننال هذا الأجر، فلماذا إذا قلناها في السوق ننال هذا الأجر؟ لأن السوق مكان الغفلة عن الله عز وجل، فالناس أكثرهم منشغلون بالبيع والشراء،
وربما بالأيمان الفاجرة وغيرها، ونحن انشغلنا بذكر الله عز وجل. لذلك القاعدة التي استنبطها العلماء من خلال صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان أن العبادة في وقت الغفلة، غفلة الناس عن الله، فيها أجر يضاعف كثيراً عن العبادة في وقت إقبال الناس كلهم على الله سبحانه وتعالى. لذلك صيامنا في شعبان هو تمهيد وتوطئة لصيامنا في شهر رمضان المبارك. ومن الأحداث التي مرت بها الأمة في شهر شعبان أن الأعمال ترفع فيه وتعرض على الله عز وجل، وهذا أمر عظيم جليل، وهو عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، ترفعه الملائكة إلى الله، والرفع منه ما يكون يومياً، ومنه أسبوعياً، ومنه سنوياً، فرفع وعرض الأعمال في شهر شعبان يكون سنوياً، ورفع الأعمال إلى الله اليومي يكون مرتين في اليوم، وهذا الرفع اليومي قد ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط يعني أرزاق العباد، فإما أن يبارك الله في هذا الرزق فيزيده، وإما أن يخفضه ويضيقه على العبد. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يعني كل 12 ساعة هنالك تقرير بأعمالنا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، ويوضع في صحيفة أعمالنا في الديوان الذي سينشر لنا يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور. وفي رواية أبي بكر: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما العرض الأسبوعي لأعمالنا فقد تعرض الأعمال على الله كل أسبوع مرتين، كل 2 وخميس. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم 2 ويوم 5، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا أو ارك هذين حتى يفيئا، يعني حتى يصطلحا. لذلك العرض اليومي ترفع الأعمال في الليل والنهار مرتين، والعرض الأسبوعي ترفع الأعمال 2 والخميس مرتين أيضا، والعرض السنوي ترفع الأعمال في شعبان، فترفع أعمال العباد جملة في العام كله في شعبان. أما العرض الأخير إذا انقضى الأجل تطوى صحيفة العبد وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل عرض حكمة. يقول تعالى: وإذا الصحف نشرت. لذلك فهذا شعبان قد جاء، فأعد له العدة لتدخل فيه بقوة ونشاط. لذلك علينا الصيام ما استطعنا في هذا الشهر المبارك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علينا أن نكثر من تلاوة القرآن، وأن نكثر من الصدقات، وأن نبدأ بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله، وأن نكثر من الدعاء، لأنه من يكثر الدعاء لن يدركه الشقاء أبداً. ومن الأحداث التي مرت بها الأمة في شهر شعبان أيضاً، قالوا انشقاق القمر كان في شهر شعبان، وأنه لما المشركون أكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات، سألوه فأراهم القمر شقين، حتى قالوا: سحركم محمد، سحركم محمد. فقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. وقال العلماء أيضا في شهر شعبان في 2 للهجرة
فرض صيام رمضان، يعني يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان في العام الثاني للهجرة، وكذلك في شعبان في السنة الثالثة للهجرة كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسيدتنا حفصة بنت عمر، كان زواجه في شعبان. وأيضا في شعبان كانت غزوة بني المصطلق، وفي شعبان أيضا كانت غزوة تبوك، وهي الغزوة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. ومن الأحداث العظيمة التي مرت بها الأمة في شهر شعبان أيضا، في ليلة النصف من شعبان تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فالله عز وجل أمر المسلمين من خلال السنة النبوية أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، لأن الكعبة المشرفة، وهذا اجتهاد في التفسير، لأن الكعبة المشرفة كانت فيها الأصنام، وكان كفار قريش يعتزون بها ويفتخرون بها، فإذا توجه إليها المسلمون لعل في هذا التوجه ترسيخا لهذه العبادة التي أنكرها القرآن الكريم. لذلك أمر المسلمون بالتوجه إلى بيت المقدس ريثما يستقر التوحيد في الجزيرة العربية. فلما استقر التوحيد واستقر في النفوس أمروا بعدها بالتوجه إلى البيت الحرام. لذلك جاءت الآيات متتابعة في دعوة المؤمنين إلى التوجه إلى البيت الحرام في هذه الليلة، وهي ليلة النصف من شعبان. نزلت الآيات التي تأمر المسلمين بالتوجه إلى بيت الله الحرام. لذلك في ليلة النصف من شعبان وفي هذه الليلة المباركة تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا وكفر عنا سيئاتنا بفضلك يا كريم. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم إنا نسألك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا كاشف المهمات ويا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك أن تجيرنا من عذاب السعير ودعوة الثبور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.